الزواج هو سنة الحياة وقدر لا مفر منه، ومن تقاليدنا المغربية أن الرجل كيجي لدار البنت طالب رغبة يدها من والديها أولا وقبل كل شيء. لكن واش ولاد اليوم مازال عندهم هاد الفكرة؟ أجيو نشوفو شنو كانت أجوبة الناس في الشارع العام على هاد السؤال. أولا وقبل كل شيء لا ديسيزيون هي ديال الطرفين، هما اللي كيقروا هما اللي أصلا الإكسبيريونس كتهمهم هما، يعني لا فامي هنا ما عندهاش حتى علاقة. ويسك حنا عايشين في واحد لا سوسيتي اللي هي جينيرالمون كيطبع عليها واحد الطابع محافظ واحد الطابع فاميليال اسري، هنا اون ديسيد باش حنا كنقروا باش كندخلوا لي فامي. هنا كتدخل لا فامي في هذيك المراسم ديال خطاب دير كذا. انا رايي انايا هو يمشي عند والديه، مش عند الاب، عند الاب تاعو بعدا هو الام تاعو باش ترضيه، بعدا عاد يمشي عند والديها يدير باش يمشي هو يدير شي حاجه لراسو ما كدومش. هذا هو الراي تاعي، حيت كتكون مشاكل في الاخر، كتكون مشاكل واخا طرات شي مشكل ما كيبقاش غير يدخل معاه، كيقول درت شي داك الشيء لراسك سير دير، حيت هذا المشكل كاين مطروح باغلب الاحيان اللي قاعد اشوفها بهالايام، ان اذا تدخلوا الاهل يسبب طلاق او يصير مشاكل عائليه بيناتهم، فاني احسن انه يتفهمون بيناتهم من غير تدخل الاهل او الاصدقاء، ان بالاخير ان حياه زوجيه خاصه بيناتهم، بس ممكن يسبب مشاكل اكثر وزياده، ممكن تفتح ابواب زياده. انا كنفضل نتفاهموا انا وياه، نتفاهموا بلا ما يوصلوا مشاكل اخرى بينهم وبين العائله وكذا. لا اللهم يتفاهموا هو وياه، علاش غيمشي لدارهم؟ خصو يتفاهم مع ديك السيده اللي غياخذها، هو خصو يعرفها ماشي دارهم من بعد، ولكن هو خصو يعرف بدا الانسان اللي غياخذها هي الاولى. هو انسان غياخذها بعدا درويشه ظريفه، مشي لدارهم كون دار والديها دراو شويه خايبه ولا لا، هي الاولى بدا يعرفها، الا عرفها هي مزيانه راه والديها مزيانين. الحوايج يتفاهموا هو وياه خصو، خضرش كل واحد عنده مشاكل ديالو، كل عنده الظروف ديالو، فهمتيني؟ بحال دابا الدري خصك الا بغيتي تاخذها ولا شي حاجه خصك تتفاهم معها وتشوفها وتخرج معها وتعرف العقليه ديالها كي دايره، عاد تمشي لدارهم. ماشي تجي وتمشي لدارهم ما عرفهاش، ما يمكنش. ماشي دابا هذا وقت خرافه، ماشي بحال شحال هذه، شحال هذه كان مازال ماشي مشكل. الدري كاع ما تيعرف هذا الدري تيمشي عند والديها تيسولهم ولا شي حاجه صافي وتياخذوه. هذا هو الفيلم دابا ديال دابا. تمشي لدارهم. علاش؟ دارهم ما يكونوا كيعرفوا احسن مني، عرفوا هي كي دايره. قبل ما كاش عارف هي راسي، حيت كيما كيقول المشاعر خصها العوين تشرب. على حساب نقدر نتفاهم انا وياها، نقدر نمشي لدارهم. هي نورمالمون تفاهم انا وياها قبل، عاد غنمشي لدارهم من بعد. وكيبقى الزواج هو الخطوة الأهم في اتجاه تكوين أسرة وتحقيق الاستقرار، وبيني وبينكم أجمل ما فيه هي أنه يكون بقوامه وعاداته اللي تربينا وكبرنا عليها.